عيد النصر يوم للتاريخ في روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي يصادف 9 مايو من كل عام. في هذا العام يتم الاحتفال بالذكرى 78 للانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية. كالعادة في يوم 9 مايو تشهد الساحة الحمراء في موسكو احتفالا عسكريا ضخما بمناسبة هذه المناسبة. تتشارك معها في الاحتفال بنفس اليوم أوكرانيا، لكن الاختلاف في هذا العام كان سيد الموقف، فأوكرانيا اختارت الاحتفال في عيد النصر يوم 8 مايو. أما روسيا التي كانت تراهن في حربها بأوكرانيا على النصر فاحتفلت فيه من دون نصر. كان زيلنسكي قد أعلن عن رفع المقترح للبرلمان لتغيير تاريخ عيد النصر إلى 8 مايو، وقال إنه لا يمكن نسيان المساهمة الكبيرة التي قدمتها أوكرانيا في الانتصار على النازية آنذاك. وقال إنه من الآن فصاعدا سيكون 9 مايو هو يوم أوروبا في الاتحاد الأوروبي وفي أوكرانيا، وأن الاحتفال هذا العام بيوم أوروبا في كييف المكان المثالي للاحتفال بيوم أوروبا. أما الاختلاف في روسيا فكان فقط في تجديد الإجراءات الأمنية في مكان الاحتفال الذي انطلق صباح اليوم بحضور الرئيس فلاديمير بوتين في عرض عسكري ضم 10,000 من الجنود الروس. شاركت فيه المدرعات والدبابات الروسية ومنظومة يارس العابرة للقارات وإسكندر وS-400. لم يغب عن المشهد كذلك سلاح الجو الروسي لطائرات سوخوي.